السلام عليكم أصدقائي. فيديو جديد واليوم جديد غادي نهضر لكم على المباراة المنتخب المغربي تحت 17 سنة. المغرب ضد إيران، إذن رسميا تأهل المنتخب المغربي إلى الربع النهائي كأس العالم خاص في أندلسيا. إذا غادي نناقشوا لكم مزيد إن شاء الله بحول الله، وصراحة فرحة كبيرة جدا خاصة المغاربة من طنجة إلى الجولة العزيزة، خصوصا فوز على إيران والتأهل على إيران. إذا غادي نناقشوا لكم مزيد إن شاء الله بحول الله. لعليكم هو تبعوا الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. هيا خوتي كيما قعدتي ديما مغرب، ومبروك علينا الف 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 مبروك للمغاربة كاملين من طنجة الى الكهرة العزيزة، وديما مغرب والصحراء المغربية والمغرب في صحرائه. اليوم انتصرنا على ايران، العدو خاص للمغرب خصوصا في القضية ديال الصحراء المغربية. اذا مبروك علينا الفوز على ايران، خصوصا الماتش كان رائع جدا في الشوط الاول والشوط الثاني، والتعادل بين المغرب وايران مشاو ركله ترجيحيه وقصيناهم وفزنا عليهم. اذا الف 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 مبروك للمغاربه كاملين من طنجه الى الجويره العزيزه والصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه. الله ينصر جلاله الملك محمد السادس ويعيش الملك. اذا اش غادي نقول لكم، كان الدور ديال التحكيم مباشره خاص في هذا الماتش ديال المنتخب المغربي امام ايران. اذا الى شفتوا الدور ديال التحكيم اللي عانى المنتخب المغربي في هذا الماتش، باش نكون واضحين، الحكم باغي يقصي المغرب. شو عدد ركلات الترجيحيه باش نكون واضحين؟ اذا الدور ديال التحكيم مع الاسف الشديد ما عرفتش هاد الحكم ديال البرتغال اشنو كيقصد بعينه اقصى المغرب، ولكن برافو اللاعبين ديال المنتخب المغربي، برافو الحارس ديال المنتخب المغربي اللي رائع جدا. اش غادي نقول لكم، فرحه كبيره جدا جدا. الى فزتي على ايران في هذه المباراه ديال الثمن النهائي ديال كاس العالم بحال اللي فزتي بكاس العالم، اول حاجه قسمنا ايران، ثاني حاجه العدو ديالنا هو ايران، راكم عارفين ايران بزاف ديال المشاكل خاص ضد المغرب، العدو الوحيد خاص للمغرب هو ايران، اذا الفوز على ايران شي حاجه مهمه بزاف بزاف. وبرافو المغاربه، الرايه المغربيه والمجد الوطني في الربع النهائي ديال كاس العالم خاص في اندلسيا 2023. المغرب مالي في الربع النهائي، اذا فريق المنتخب المغربي غادي يلعب في الربع النهائي امام مالي، مالي فريق افريقيا. اذا احنا ان شاء الله الطريق ديالنا الى نصف النهائي ان شاء الله بحول الله. اذا افضل حاجه هو تفوز على ايران. اذا حكم عارفين كره القدم ايران، كره القدم ايران تطورت بواحد الطريقه رائعه جدا، ولكن المنتخب المغربي عرف كيفاش يسيطر وعرف كيفاش يفوز على ايران. اذا ضيعنا بزاف ديال الفرص، وكان الحظ ما كانش مع المنتخب المغربي، وفي نفس الوقت كان الحظ ضدنا، الحكم ضدنا. شفتوا الماتش كيفاش بدا وكيفاش النهايه ديال الماتش، وشفتوا الركله الترجيحيه الظلم ديال التحكيم. اذا اعاده الركله الترجيحيه لا يعقل، باش نكونوا واضحين. وفي نفس الوقت الحارس دار المجهودات ديالو، والحارس قام بالواجب، والمنتخب المغربي عرف كيفاش يتهم. اذا برافو المنتخب المغربي، برافو المدرب، برافو اللاعبين عامه خاص ديال المنتخب المغربي. اذا فرحنا ديال بصح، ومبروك الف الف مبروك للمغاربه كاملين من طنجه الى الكوره العزيزه. اذا هذه المباراه كانت رائعه جدا، هذه المباراه تفرجوا فيها المغاربه كاملين من طنجه الى الكوره العزيزه، وحتى خارج المغرب تفرجوا خاص في هذا الماتش اللي رائع جدا. فوز على ايران شي حاجه مهمه بزاف، ايرانيين كيبكوا، ايرانيين ما غاديش يرضوا، باش نكونوا واقعيين، حيت كره القدم ولات دخلت حتى هي السياسه. اذا تفوز على العدو ديالك راه شي حاجه كبيره جدا. اذا كما قلت لكم، الفوز على ايران بحال الا فزنا بكاس العالم خاص في اندلسيا.
اذا مبروك للمنتخب المغربي، مبروك للمغاربه كاملين من طنجة الى الجزائر الحسيسه، ونتمنوا المزيد ان شاء الله بحول الله للمنتخب المغربي في الربع النهائي امام مالي. اذا دقه بدقه ان شاء الله تتصل المنتخب المغربي الى النهائي ان شاء الله، وعلاش لا الفوز بهذا اللقب. اذا المنتخب المغربي لعب بالذكاء، اللاعبين لعبوا بواحد الطريقه رائعه جدا، وشفنا المباراه كيفاش تلعبت بين ايران والمغرب. اذا المغرب افضل من ايران، ولكن التحكيم كان ضد المغرب، وفي نفس الوقت الحظ ما كانش معنا، كنا غادي نحسموا المباراه خاص في الشوط الثاني، ولكن مع الاسف الشديد مشات ركله الترشيحيه، ولكن الابطال كيبقاو الابطال، اسبوع كيبقاو اسبوع. برافو برافو اللاعبين ديال المنتخب المغربي تحت 17 سنه الى الربع النهائي خاص ديال كاس العالم خاص في اندلسيا. اذا فرحه كبيره جدا جدا، المغرب غادي يفوز على ايران. اذا الحاجه اللي مهمه بزاف هو التاهل، وما تنسوا بانه دائما تحكيم في المباريات اللي مهمه، مثلا ثم النهائي والنصف النهائي، دائما يعاني المنتخب المغربي من التحكيم. لو كان ماشي التحكيم، يعني رجعنا نشوفوا المنتخب المغربي امام فرنسا، كانت ركله جزاء 100% بدون نقاش، والحكم كان ضدنا، وشفنا اليوم الحكم ضدنا خاص في المباراه، وركله ترجيحيه، اعاده ركله ترجيحيه من جديد، سبب التحكيم والظلم. باش نكونوا واقعيين، قدروا التحكيم وداروا اللاعبين المجهودات ديالهم، وكانوا دايرين على الحساب قبل ما تلعب. باش نكونوا واقعيين. اذا مبروك علينا، الف الف مبروك للمغاربه كاملين. اذا الفوز على ايران والتاهل الى الربع النهائي ديال كاس العالم راه شي حاجه كبيره. بعض الناس يقولوا انت والله راه غير المنتخب المغربي تحت 17 سنه راه عادي جدا، وراه التنجيل راه فاز 5. لا انا خويا، هذه البطوله ديال كاس العالم 2023 في اندلسيا شي حاجه كبيره جدا. باش نوضح لكم، كان المنتخب المغربي وضع كاس العالم خاص في ثم النهائي في الماضي، ودابا زدنا خطوه، اذا تهنا الى الربع النهائي، وفي نفس الوقت قصينا العدو ديالنا هو ايران. راكم عارفين ايران ضد المغرب، العدو ديال المغرب هو ايران، وفي نفس الوقت انتصرنا عليهم وفزنا عليهم، وخا داروا التحكيمات وداروا المجهودات ديالهم، ولكن انتصرنا عليهم. وديما المغرب، وبرافو المغرب، والصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه الى الابد، زائد الصحراء الشرقيه ارض مغربيه، تندوف باشا ارض مغربيه، وديما المغرب. والله ينصر ملكنا محمد السادس. خليوني نبدا باش نكون واضحين، وديما مغربي اخوتي، وانا فرحان بزاف فاش متخيلش شحال فرحت خاص الهدف ديال التعادل والفوز بركله الترشيحيه على ايران، فرحت ديال بصح. ونتمنى ان شاء الله التوفيق للمنتخب المغربي خاص في الربع النهائي امام مالي. اش غادي نقول لكم، انا مغربي قادره تفوز على مالي، ون الى وعلاش لا نفوز بهذا اللقب خاص في كاس العالم. اذا نتمنوا التوفيق ان شاء الله للمنتخب المغربي خاص في الربع النهائي امام مالي، فوز على مالي والتاهل الى النصف النهائي، وفي نفس الوقت علاش لا فوز في النصف النهائي وفوز في النهائي وفوز بهذا اللقب ديال كاس العالم، يولي المنتخب المغربي الاول المنتخب المغربي كيفوز خاص في كاس العالم تحت 17 سنه. نتمنى ان شاء الله يكون خير، ونتمنى ان شاء الله كرة القدم المغربية نجاح كبير جدا، وفي نفس الوقت المنتخب المغربي امام تنزانيا البداية ديال التصفية ديال كأس العالم 2026، خاصة ننتظروا المباراة ان شاء الله، وبعد نهاية المباراة غادي نكون معكم من جديد. المغرب ضد تنزانيا ان شاء الله بحول الله، نتمنى الفوز المنتخب المغربي على تنزانيا، وتكون فرحة كبيرة جدا. تحياتي طنجة المغرب.